واليوم مدونة الموضة والأمومة دانا أحمد بتروي تجربتها كأم لأول مرة، وعندها طبعاً كثير أسئلة لفاطمة عبدي اللي هي القابلة القانونية اللي عندها كل الأجوبة. خلينا نشوف سوا. الأمومة كتير حلوة وصراحة هي أحلى شيء في حياتي هلأ، بس فيها كتير تحديات وإشي كتير صعبة. هلأ من شهرين أول من ولد ابني كان حدي ماما وزوجي، بس بعد فترة بتضل المسؤولية على الأم والأب لحال، فلأنه في كتير تحديات وفي كتير أسئلة بتواجه كل أم جديدة، فاليوم رح أستضيف الميدواي فاطمة اللي رح تجاوبنا على كتير أسئلة واستفسارات أنا حابة أعرفها بواجهها أنا وأي أم جديدة. أهلا وسهلا فاطمة، نورتينا. أهلا. أنا اليوم كتير محمسة نتناقش أنا وأنت في موضوع كتير مهم لإلي وحتى لغيري من الأمهات. أنت كميدوايف شو بتحسي أكثر التحديات بتواجهها أي أم، سبيشلي إذا كانت أم لسه جديدة؟ عدم الخبرة أهم شيء، إذا مثلاً أنت أم مستجدة. تاني شيء إذا ما عندك سبوت ملائم، تعب الولادة طبعاً أكيد.